مرحبا فيكم جميعا، انا سامر كورجي، واليوم بالفوتوشوب في درس كتير سريع وكتير حلو. خلينا نقول artistic، منحول من perspective تبع الصورة ل perspective تانية، اي perspective بدنا اياه. هلا حنفهم شو المقصود بالفوتوشوب، بس قبل ما افوت على الفوتوشوب بدي اعرف منكم اذا هيدا النمط حابينه من الفيديوهات بتضغطوا على لايك وبالكومنتس، واذا حابين تسالوا عن اي شيء من عيوني بس اكتبوا بالكومنتس شو بدكم وانا حاعمل فيديو خصيصا لكم. خلينا هلا نفوت على الفوتوشوب نعرف شو هو الدرس اليوم. انا اخترت هذه الصوره، ماني انا مصوره، انا اخذتها من الانترنت لحتى اقدر اطبق هذا الدرس. فيكم تلقطوا الصوره اللي بدكم اياها، اهم شيء يكون مثلا عندنا المساحه الكافيه بين اليمين والشمال، وإذا بدكم حدا تختاروا مثلا يكون حدا واقف بالطريق، ما يعني أنا بهالصورة ماني مختار يكون حدا واقف هون، المفروض مثلا يكون واقف بعيد شوي لحتى هلا بنفهم ليه مثلا. هلا أول شيء بعد ما اختار الصورة بكبس أم على الكيبورد يلي هي السلكشن تول، وأنا بدي آخذ الثلث الأخير من الصورة يلي هي هالقد، تمام؟ بكبس كنترول جي على الكيبورد لحتى اعمل دوبليكيت اخد الصورة اللي انا عملت لها سيلكشن، او فيني اعمل مثلا، في ناس بتحب انه مثلا تعمل سيلكشن كنترول سي كنترول في اللي هي تقريبا نفس الشيء، بس انا خلص بحب الشورت كات السريعة، تمام؟ بعد ما اختار انه هيدي اللاير اللي انا قصيتها بايدي حاكبس كنترول تي لحتى يصير عندي انه اعمل سكيلينج لها، بس انا ما بدي اعمل سكيل، بدي اكبس رايت كليك عليها هلا بالبرسبكتيف هون، بكبس البرسبكتيف وبروح على زاوية الصورة اللي هون على الفيرتيس باخدها لهالشكل تقريبا، كان نازل نزول بشكل 90 درجة، تمام؟ بعد ما اخلص دبل كليك فطبق هيدي اللي عملته، بكبس سي على الكيبورد يلي هو الكروب، وبعمل كروب ل تقريبا هون شوية من فوق، دبل كليك بصير عندي هذا الشيء، تمام. هلا حلوة بس مش كل شيء، بعد في عندي انه طبق شوي هيك اعطيها تأثير الرياليستيك اللي يكون مثلا انه عن جد هذا منحدر، فلح اعمله حعمل نيو لاير فاضية، حاكبس الت على الكيبورد وبين اثنين لاير اللي هون حاكبس كبسة، حتشوفوا هون الايكون تغيرت تاعت الكرسر، فبكبس هذا الشيء بدل انه بقدر اعمل اي شيء بس بيتطبق على اللاير يلي هي انا استعنت فيها تحت. هلا حتفهموا كيف، حاكبس بي يلي هي براش تول، كبر شوي، حلون شوي هون تقريبا يلي هو كبر شوي هيك، تمام، بس هالقد لهالدرجة، وبدي خفف الاوباسيتي لدرجة انه هيك تمام لحتى يناسب الشادو بين هون وهون تقريبا. هلا لون مختلف فينا نغير اللون شوي، كان يعني منا هالأزمة، بس انه لون شادو. اوكي هيك بكون نحن عملنا برسبكتيف تاني، فهذه الصورة قدرنا نحولها من مثل ما شفتوها قبل وبعد. بنقدر نغير زوايا مثلا، فينا نعملهم من يمين وشمال، هذا الشيء بيرجع لكم انتو كيف تحب الصورة، وان شاء الله يكون عجبكم هذا الدرس، واذا حابين لايك سبسكرايب، وبشوفكم بحلقة جديدة. باي.